ليس بجديد على الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أن تكون مأوى من لا مأوى له. في ظل تزايد العنف خلال السنوات الماضية، تم إنشاء دار أو جمعية للنساء المعنفات لإنقاذهم من عنف وضرب وإيذاء بدني من قبل أزواجهم. الحالات اللي بتجيلنا حالات صعبة جدا، خصوصا اللي بنلاحظ فيها العنف البدني. من الحالات الصعبة اللي جات لنا في الحقيقة حالة زوجة كانت اتعرضت لقسوة شديدة من الزوج، أصيبت بكسر في العمود الفقري، دي كانت حالة صعبة جدا. حالة تانية مدلوق عليها مية نار، جسمها ووشها أصيبت بالتشوهات صعبة جدا، وكانت محتاجة علاج وقت طويل جدا. انا جيت دار هنا عشان ابويا كان عايز يجوزني غصب عني لواحد تبعه عشان اخته، وكان ابويا ماشي معاها. اما جيت قلت له لا، قال لي لا غصب عنك، قلت له انا مش عايزاه وكده، راح مكتفني وقعد يضرب فيا قبل الفرح بشهر، كان بكتاب بشهر. جه اخويا اتهجم عليا في الحمام واتحرش بيا. جيت على اسكندريه، جيت اتعرفت على واحده، رحت عندها في البيت وجيت قعدت عندها 5 أشهر، وكان أخوها عايز يتجوزني وأنا رفضت. أبوها راح قال لي، أبوه راح قال لي بره ما ينفعش، أنا كنت معادي هنا عشان ابني بس. جيت خرجت ووقفت في 21، جيت عرفت على ضباط شرطة هما اللي جابوني الدار هنا. أنا هنا زي مشرفة، وهنا بتعامل مع أطفال زي إخواتي، والحقيقة أنا عايشة هنا عيشة حلوة، ما لقيتش عيشة دي زي أهلي. أنا جيت هنا الدار عشان عندي ولاد تعبانين عندهم كهرباء زيادة، وكان جوزي بيتعارك معايا على طول مشاكل عشان هو مش قادر على علاجهم، بيضربني وبيشتمني عشان خاطر أولادي، بس أنا ما أقدرش أسيب البيت وامشي عشان ما أقدرش على خدمتهم لوحدي، ما أقدرش. فالجمعية هنا موفرة لي كل حاجة وبشتغل عندهم، وبيجيبوا لي العلاج وبيودوني الدكاترة برا، هم يعتبروا هم اللي متكفلين بيهم. أنا مشكلتي كلها والدي يشتمني في الشارع، ممكن يضربني في الشارع، وبيكتفني وبيضربني بخرطوم الأنبوبة، وساعات بيجيب لي عصايتي الشمسية وبيضربني بيها، هو أصلا عاملها مخصوص، وممكن يقعد يومين بيكتفني. أنا قعدت أكتر من أسبوعين متكتفة، ولا باكل ولا بشرب، حتى الحمام ما بخشوش برضك، سايبني على الأرض. نفسي أبقى ولد بجد، نفسي أبقى ولد. اللي جابني الدار أنا معايا 5 أولاد أيتام، كنت بشقى وبتعب أنا وجوزي والله يرحمه، وراح مات في حادثة قطر. تعرفت على واحد تاني قال هتجوزك وقف جنب منك وكده، قلت ماشي، فربنا كرمني اتجوزت وبجبت طفل. مفيش فايدة بقى ما عرف واحدة عليا، اشتكيته وكده، راح مسك ضربني في الشارع، والولد الصغير كان لسه يمكن ما عمروش شهر على ايدي. الأشغال دي بتاعت الستات المعنفات بعد ما بيستريحوا نفسيا وبيقعدوا ما بيبقاش عندهم حاجة، بنعلمهم بقى تطريز، ده كله شغل يد. أشكال العنف متكررة ومؤلمة، مثل هذه الحالات التي رأيناها قد تتكرر كل يوم مع إناس مختلفة، منهم من وجدوا مأوى ومنهم من كان سيء الحظ. هاجر منصور، برنامج مصر البيت الكبير، تلفزيون الحياة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وصيكم بالنساء خيرا. صدق رسول الله. دكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، نورانا. أستاذة زينب محرم، رئيس مركز رعاية الأمومة والطفولة بالأسكندرية. لا أسفل، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيار الشهيد محمد عثمان محرم. طيار الشهيد محمد عثمان محمد، ومؤسسة وليد زين الدين. أهلا وسهلا بك يا أستاذة زينب، منورانا. لأول مرة أو مش لأول مرة، يعني جديدة علينا فكرة بيوت المعنفات. آه فعلا هي الأول مرة فعلا. هو في موجود، بس يمكن ما يعني النظر ما كانش ملفوت ليها قوي. لأن كترت قوي. كترت قوي. دكتورة سامية، هسأل حضرتك، العنف ضد المرأة أنواعه كتيرة. يعني بيبدأ من عنف لفظي وعنف جسدي. طب حضرتك هتكلمينا عن إيه ممكن تكون أنواع العنف ضد المرأة التانية؟ وهل العنف بيقتصر على عنف الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته، ولا ممكن كمان يكون في عنف المرأة ضد المرأة؟ هو عموما مفهوم العنف
انه الضغط على انسان بشكله فيه قوه لاعمال اي فعل لا يرضاه، بمعنى انه انا بتعامل مع حد بقوه وبشكل غير شرعي وغير قانوني. انا بجيب طفل مثلا اضربه، انا بجيب ست اضربها، انا بعمل كذا. طبعا العنف يا دكتوره ده المفهوم. الانواع بقى كله، يعني ممكن يكون عنف جسدي، عنف جنسي، عنف لفظي، عنف نفسي. النظره اللي فيها اهانه ده عنف، عنف اداري. الاستهجان ده عنف. طبعا الحرق بقى والضرب ده عنف، ده تحت العنف. حتى يعني داخل برضو في يعني تحت بنود العنف مضاجعة الزوجة بشكل يعني شرس، هي رفضاء او بشكل فيه شراسة، ده عنف. فطبعا اي فعل في قوة وفي شراسة بشكل مرفوض ده بيدخل. حتى العنف السلبي يا دكتورة، لو انا لو حد مثلا تعامل مع اخر انه لما يشوفه مثلا يبصق عليه، ده عنف. لو انا داخل مؤسسة معينة وكافئت موظفين وسبت موظفة معينة ما كافئتهاش، عنف اداري، ده عنف. فاذا هو انواع، لكن العنف موجود منذ ان كانت هناك حاجة اسمها دنيا، يعني منذ الخليقة هناك دائما عنف. اما العنف بقى اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيه فهو الرجل ضد المرأة، وده موجود في كل دول العالم، يعني من اغنى الدول والدول المتقدمة الى افقر الدول، لكن في الدول المتقدمة مقننين هذا الموضوع، وهناك قانون بيمنع تماما انه يكون هذا العنف، لانه مجرد ما بيحصل ان الزوجة او الست او البنت او الشغالة او اي حاجة تروح تشتكي، ده على طول بيكون فيه بنقول بقى ايه الانجاز بقى، يعني بتبقى فيه قضية، والقضية وبيبقى عملية فيها يعني انجاز، مش بتقعد بقى قضية 10 سنين و 12 سنة، لا على طول العقاب بيكون سريع جدا جدا علشان ما يتكررش وما يبقاش موجود بشكل ممنهج. احنا عندنا في مصر بشكل ممنهج الاب يجوز بنته بشكل فيه عنف، وقد يكون هناك ايضا محارم بيحدث منهم عنف او تحرش للبنات، امور كثيره جدا خطيره الحقيقه. يعني مهما نزلنا وشفنا بنلاقينا، ومهما قلنا انها خلاص انتهت او احنا بندرسها او احنا بنحاول نعالجها بنلاقيها موجوده. ليه؟ لان احنا تعودنا في مصر اي ظاهره سيئه بنحاول ان احنا نعالجها ونتكلم فيها، والاعلام كله يطنطن، وبعد فترات بننساها ما بنستمرش. طب انا مشتاق اسال الاستاذه زينب محرم، انت صححتي الاسم اللي احنا قلناه، ايوه، اللي هو رئيسه مركز رعايه المراه والطفل باسكندريه. هو مش كده، قلتي حاجه تانية. انا عايز اعرف بقى المركز فكرته جت ازاي، تمويله ايه، يعني احكي لي حكايته ايه بالظبط. المركز مش الجمعيه او الجمعيه، لا الجمعيه عثمان محرم اللي حضرتك رئيستها. الحمد لله. هو الجمعيه دي اساسا منشاه من سنه 1960، دي نتجت عن فكرة كان ابن يعني الأخ كان في عملية استكشافية وفقد 48 يوم، فقعد مفقود لغاية ما صياد رمى الشبك في البحر الأحمر طلع الجثة زي ما هي. فمن ساعتها الوالدة قعدت على أشلاء ابنها، وكانت الجنازة فظيعة جدا. 5 سنين تقريبا، بعد ال5 سنين جالها إيحاء إنها تعمل جمعية لتربية أبناء الشهداء واليتامى. من هنا نتجت الفكرة. هي قعدت لغاية سنة 86 مستعدة تديهم حتى مية عينية. بعد 86 هي توفت، أنا مسكت الموضوع. عملت مركز حماية المرأة وعملت دار إيواء للأيتام،
وفي حضانه للايتام. التمويل منين يا استاذ؟ هو من عند ربنا بقى يعني اساسا ميراث الابن وميراث ابني انا برضو توفى كده كان اخر سنه كليه هندسه، فكل ده بيصب في قلب الاماكن دي. اي الولاد عندي بيتبرعوا في قلب المراكز فدي بتيجي من هنا. يعني دكتوره ساميه لو اسال حضرتك، في ناس بتقول ان المراه المعنفه ما بتقدرش تسيب معنفها، يعني دائما ما بترجع له، او بنشوف ساعات كده وبنسمع اللي هو القط يحب خناقه، اللي هو استعذاب الالم او فكره ان المعنف ده هو القوي، هو اللي بيحميني، هو اللي بخاف منه، انا مش قادره اسيب. الى اي مدى الفكره دي صح يا دكتور؟ هي مش علشان بتتضرب وما بترجع له، هي لا مش قصدي تتضرب، يعني انا قصدي ان بتعنف مرض نفسي. لا بعد هو لا هي بس هل هو خوف؟ انا اقول لحضرتك اذا كانت هذه المراه تعيش في اجواء صعبه لا تملك قوت يومها، عندها اطفال او ما عندهاش حتى، لكن هتترمي في الشارع اسباب اقتصاديه وهكذا، يعني طب هي ما هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ يعني انا مثلا في قصه انه زوج طرد مراته، خرجت قعدت في الشارع، تم اغتصابها، فهي الفضيحة والشعور بالإهانة والشعور بأنها تم يعني شيء كله كريه، فهي بتستحمل مش عشان هي بتحبه انه بيضربها او هي مشتاقة للضرب. لا ده ما فيش حد بيشتاق للضرب طبعا، لكن هي لا فكرة ساعات ان ممكن الخوف، هي حاسة ان هو بيحميها بالضبط، على الاقل بيحميها من الفضيحة، على الاقل بيحميها من ان اللي حواليها، على الاقل بيحميها ان حد يعني يخطفها يقتلها يذبحها يشغلها زي ما هو عايز، فهي اللي تعرفه اكتر احسن ما تعرفوش. طب انت مع الدراسه المنتشره دلوقتي ان في 65% من الزوجات بيضربوا ازواجهم؟ والله بص حضرتك انا مش سمعتها سمعتها كتير، بس انا حضرتك انا سالوني في الموضوع ده هو اما يكون الزوج ده مريض او كفيف او هانديكاب مش قادر يتحرك او عنده زهايمر وهكذا، لكن ان يكون رجلا بكل قواه العقليه والبدنيه والجسمانيه وتيجي مراته تضربه، ده مش يعني انا الحقيقه لما حد قال لي الكلام ده قلت لهم هاتوا لي الدراسه عشان اعرف مين اللي قايم. بس هم يعني اللي انا فاهمه لما قريتها ان مش بيتكلموا على الناس اللي عندهم مشاكل، يعني مريض او عنده زهايمر، او بيتكلموا على ناس في هل حضرتك انا قلت لهم عموما هتولي الدراسه دي بالذات في المستويات الدنيا، مين عاملها؟ هل عاملها مركز؟ هل عاملها جامعه؟ هل يعني حاجه مش معاها، مش متفقه معاها خالص خالص. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن المراه المعنفه وده موجود في كل دول العالم، انا سافرت كتير وشفت وموجود، بس زي ما بقول لحضرتك هناك في قانون اول ما يجي يرفع ايده لو طلب، مش هقول كمان المراه ده الابن، يعني في كتير مصريين رجعوا مصر بعد ما كانوا عملوا هجره لان جت البنت لقيت ابوها ضربها على وشها بالقلم وهي عندها 10 سنين، قالت له هطلب لك البوليس. حضرتك اكيد سمعت الكلام ده. طب الجمعيات بتاعت السيد اللي طالب بحقوق الرجل دي دي برضو انا اعتقد انها مجرد مجرد شعلة شو جميل يعني. مفيش الجامعات دي شو طبعا احنا سمعت عنها كتير وبيكلموني الصحفيين كتير في البيت، لكن مفيش مش حقيقه. لا اعتقد انا لا اعتقد في هذا استاذه زينب، اقول كده لا اعتقد في هذا مش كده برضو استاذه زينب. بسال حضرتك لما بتلجا لك سيده بتعاني من ظروف في البيت، عنف من الزوج، عنف من ايا كان الشخص، حضرتك بتتاكدي ازاي ان فعلا الست دي يعني تعرضت لعنف من زوج صادقه؟ يعني صادقه لو جه هل حضرتك بتحتفظي بسريه مكانها؟ وهل الزوج النهارده لو عرف مكانها وفكر يجي يعمل مصالحه، ما هو دور استاذ زينب محرم في كل هذا؟ اقول لحضرتك اساسا السريه دي موجوده في وشه، يعني عندنا اخصائيات اجتماعيات مفروض عندنا بنطلعهم، اي واحده بتجيلنا في بتقعد معاها اخصائيه نفسيه واخصائيه اجتماعيه، بعد ما بتقعد معاهم بيطلعوا
بحث ميداني وبيشوفوا حواليها ايه اللي بيحصل وبيدرسوا المكان وبيدرسوا ظروفها ايه وفعلا جوزها بيضربها او او قهرها او طردها او اي شيء. بس السؤال عنها اكيد بيلفت نظر جوزها لو هي في سرية. سرية ما بنعرفش المركز للازواج خالص. يعني احنا لا اعلنا قبل كده عن المركز ولا عملنا اعلانات عنه ولا اي حاجه، لان المركز بيبقى سري جدا. واساسا اي زوج لو حصل وزوج عرف ان مراته راحت المركز حمايه المراه او للجمعيه دي، فبيجي الاداره والاداره بعيده جدا عن المركز والمركز بعيد عن الاداره. بناخده ونكلمه ونقول له انت عملت كذا وبنقعد نتكلم معاه. هو بيقول مثلا تكون السيده وصلت لدرجه انها عايزه ترفع قضيه خلع او تتطلق. فبنستنى عليها لغايه ما نفسيتها تهدى خالص ونقول لها عايزه ايه دلوقتي، تقول عايزه خلع برضه، نرفع قضيه خلع. يعني في واحده قعدت 25 سنه تتضرب وجات لنا جسمها ازرق. فهذه السيده قعدت عندنا وفي سريه تامه، وجه جوزها مع رفعنا لها، احنا بنرفع لها قضيه خلع، فجه جوزها عايزه تتنازل وعايزها ترجع لي. طب ما حضرتك بتضربها، طب دلوقتي ازاي ترجع لها؟ يقول لك ما هو لازم تستحمل. هي استحملت لغايه بنتينها الاثنين ما اتجوزوا، لا اما لو طلعت مش هيتجوزوا البنتين، فلازم تستحمل لغايه الابن اللي في اعداديه ما يخلص كمان، مش بيقول انا ابطل، لا بيقول لازم هي تستحمل. فطبعا قعدنا معاه لغايه ما ستفناه خالص وقال طيب انا خلاص ما عدتش اضربها. اضطريت امضيه على شيك بمبلغ جامد فعلا والله، ما هو اصل حاجه قلت له ده هيتحفظ عندي لو ما خدتها وسلمتها لك ما ضربتهاش هطلعه لك مفيش مشكله. وفعلا الحمد لله رجعناه وبقت كويس. بس انا معجب بحضرتك الله شديده ما شاء الله. يعني انا شخصيا قبل التسجيل حقيقي انا قلت لها انا معجبه جدا جدا، وكمان هي الفكره ربنا يكرمك يعني فعلا فكره ان انا اوجد مأوى للمرأه اللي بينها مأوى طبعا. فكرة حاجة مهمة جدا. يعني أنا قبل ما أعمل المركز الحمد لله سافرت دنمارك وسافرت كازابلانكا عشان أشوف الشلترات دي معمولة إزاي وبيعملوا إيه فيها. بالعكس يعني لقيت نفس المشاكل اللي عندنا في مصر هي المشاكل اللي في الدنمارك في كازابلانكا نفسهم، مفيش حل. مشاكل العنف واحدة نفس هو الراجل والراجل والشراسة دي وعلى طول الدولة بتتدخل. عشان حضرتك قلت إن بيبقى فيه موقف حل. هو احنا كده يعني بس بالعكس احنا ظهرنا يعني اما عملوا لنا مثلا عملوا تمثيلية ازاي بتقابلي السيدة وازاي بتاخدي وازاي السرية بتكون وكده. فقعدنا مثلنا التمثيلية اعجبوا ان احنا ايه اللي احنا بنعمله. يعني الست لما بتخش ما بنستهزئش بكلامها، بتقعد وبنقفل الباب علينا وتفضلي قولي اللي انت عايزاه وبراحتك ومفيش حاجه، يعني بنريحها على الاخر ثلاث اشهر اولين. نشكر ضيوفنا الكرام دكتوره ساميه نورتينا النهارده. شكرا ان شاء الله في لقاء اخر. بس انا عايزه مش عارفه كنت حاسين حاجه بعد اذنك يعني اتفضل. هي صحيح يمكن مش بما نجيب برنامج يعني، بس اساسا انا تعبانه يعني الحمد لله احنا عندنا دار ايتام ومركز حمايه مراه ودار مسنين واسر منتجه وبنعمل الحمد لله معاهد ازهريه بنسلمها للازهر، الحاجات دي بتاعت ربنا كلها. الجهات التنفيذيه في مصر لا تتخيلي المنظر شكله، مش هقول لك المنظر. يعني من ضمن الحكايات الغريبه ان مثلا التامينات الاجتماعيه احنا عندنا عمال موظفين وبنامن عليهم وكل حاجه، لما يخش واحد من التامينات الاجتماعيه يخش هجم على الدار، دار المعنفات دي بالذات، والستات قاعده براحتها يعني مش عايزه حد يخش عليها، يخش مره واحده كده ويروح مقيد كل الحالات اللي عندك. انت هتأميني على الحالات؟ مش هتأميني غير مع الموظفين. ياخد الاسامي وياخد اسامي الستات المتطوعين او الرجال المتطوعين، ياخد اساميهم ويروح عامل لك غرامه تقدير جزافي 45,000 جنيه. طب تصرفي على الايتام ولا تصرفي على الستات المعنفات ولا المسنات ولا الموظفين الموجودين؟ هذا عنف ولا ده عنف؟ ده عنف. انا اعتقد ان اللي حضرتك قلتيه ده رساله، اللي قلتيه ده رساله وبلاغ ده مش بس ده حضرتك، لا ده مش بس ده حضرتك ده تعالى شوف شركه الكهرباء اوكي بتعاملني بتجاري
اشتكيت واتكلمت وبعت للوزيره، وعشان بعت طيب للوزير. ممكن نساعدك يعني احنا يريد. ممكن احنا ان شاء الله بعد يعني بقول لحضرتك ان انا بعت للوزير اللقاء انا وحضرتك قولي لي كل المشاكل انا تعبت انا رفعت عليهم دعوه وكسبت هذه الدعوه وادي ادي ان شاء الله مش راضيين ننفذ احنا بنتبنى القضايا بتاعتك لانك بتعملي عمل انساني عظيم وكلنا معاكي ان شاء الله بنشكرك جدا ونشكرك يا دكتوره جدا فاصل والفقره الجايه بقى مع نجم ستار اكاديمي الفنان محمود محي